السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اعمل تسليح للهايت. هقول له وول ستراكشر، هو اوتوماتيكال بتقول له وول ستراكشر، بيبدأ يجيب لك الاعدادات بتاعت الريبار كفر وانيبل اناليتيك موديل. فهبدأ اعمل الهايت. هوت الهايت تقدر تعمل بيه تسليح بشكل عادي اللي هو الريبار، تقدر تعمل بيه التسليح بالشكل العادية ديت. تمام، اول ما تدخل في سيكشن او كده تقدر تعمل مشاكل، وفي الفلور برضه تقدر في 3D، بس انا عايز اعمله بشكل مختلف. تمام، تقدر تقول له ريبار وتبدا تختار الاشكال اللي انت عايزها، وتقدر تقول له مثلا هنا اهي تبدا تحط الريبار بتاعك. طيب بس انا عندي خاصيه حلوه اوي في الحوايط اقدر استخدمها، تمام، الا وهي الاريا. ان ممكن اعمل سيلكت كده واقول له انا عايز اريا، فيبدا يعمل لي الحوض كله مره واحده. ممكن تعمل مثلا اهوت، ولو في اي جزء انت عملته كده ده هيعتبر فتحة ما فيهاش تسليح. تمام، اهو الغي دوت، هي يعني هيلغي لي التسليح من الحتة المقفولة دي. هنا المنيو ميجر دايركشن لو انت عايزه، الاكستيريور ميجر هوك تايب تقدر تختاره من هنا زي ما انت عايز، تقدر تختار الميجر بار تايب اني نوع المقاس بتاعه وهكذا. الانتيريور ميجر دايركشن تقول له اوكي، بيعمل لك التسليح كله في ثواني وسهل جدا التعديل عليه. اقول له هنا فلتر، ممكن تكون انت محتاج تعدل في الاستراكشر ريبار فتعلم على الاستراكشر ريبار وتدخل في الاعداد بتاعته، زي مثلا ان هو يظهر لك في 3D وفي الليفل 1 و 2 لو موجود في ليفل 2. اوكي، طيب برضو ممكن نعمل سيلكت كده ونقول له فلتر واقول له بقى انا عايز الاستراكشر ريانفورسمنت، فتقدر تشوف الاعداد دي تعدل كذا زي ما انت عايز.